أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فيه على صحة سموه كما هناه بنجاح العملية التي أجريت لسموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح متمنيا جلالته لسموه سرعة الشفاء والعافية وموفور الصحة مشيدا جلالته بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة